استعد السوريون لشتاء طويل وقارس البرودة مع تفاقم أزمة الوقود، فالعديد من العائلات تؤكد أنها لا تستطيع أن تتحمل تكاليف التدفئة بسبب ارتفاع سعر المازوت والغاز في الداخل السوري، ولا يستطيع الملايين من السوريين أن يتحملوا تكاليف التدفئة من أجل أطفالهم هذا الشتاء. لذا تتناوب بعض العائلات على الاعتناء بالصغار على أن يقتصر تشغيل التدفئة في المنزل الذي يمكث فيه الأطفال. نتعرف على المزيد مع مراسل الجزيرة مباشر علاء الدين اليوسف الذي ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من ريف إدلب. إليك علاء. نعم سالم، نحن الآن في ريف إدلب على الحدود السورية التركية داخل سوريا. هذه المنطقة الشمالية في شمال سوريا، والتي كما يعلم الجميع نزح إليها ما يقارب 4 ملايين سوري، ما بين مقيم ومهجر ونازح. طبعا عدد من هذه العائلات هم من ريف حماة، من ريف حمص، من ريف دمشق. الكل بدأ جلس هنا على هذه الحدود في خيام 12 شتاء قارصا. حملة الجزيرة مباشر مستمرة، نرصد لكم الآن سالم من داخل خيمة لأحد العائلات النازحة كيف بدأوا وكيف استقبلوا فصل الشتاء الذي كما نرى يعني الوضع واضح، برد قارص بدأ يفتك في هذه المنطقة. نحن الآن في خيمة أم أحمد. أم أحمد لديها 10 أطفال، تقريبا 7 بنات، 10 بنات وولدين، 12 شخصا في هذا المكان. أم أحمد تحكي لنا عن وضعكم، قديش صار لكم هون، وكيف الوضع بشكل عام مع هذا البرد، كيف ممكن تستمروا بهذا الوضع؟ ما في صوت؟ ممكن تعلي صوتك شوي؟ 10 بنات عندي وولدين صغار. نعم. عندي هون 10 بنات وولدين صغار، وما عندي معيل. أبوهن مريض، ومثل ما أنت شايف قاعدين بهالخيمة كلياتنا، يعني كل هالعيلة قاعدة بهالخيمة، خيمة واحدة، وحطب ما في، والوضع صعب. وعندي 4 معاقات، هاي البنت عاجزة ما تمشي خالص، وهاي ما بتشوف بعينها، وهاي أختها الثانية يعني يمشوا بس بسيط. يعني هذول أولادي صغار، يعني أكبر ولد عندي عمره 8 سنين، يعني إجوا بعد البنات، وضع صعب، حطب ما في وبرد وشتوية هاي الصوبة انتو حاطين الصوبة، بس مثل ما انا شايفين مسقعة، يعني بوز ما احنا مشغلينها. ما مشغلينها؟ لا والله. ليه؟ ما في حطب، يعني وضع صعب. لحد انا شفت منظمات اليوم، تحركنا شوي بالمنطقة، شفت في بعض المنظمات بلشت توزيع يعني على بعض المخيمات. ما حدا وصل لعندكم لهون؟ لا والله ما اجانا حدا. لا والله ما في. ما في والله، ولا كيس فحم ولا حطب ولا شيء خالص. طيب. كيف هلا كلكم هون بتناموا بهاي الخيمة؟ كنا بهالخيمة، هاي ما عندنا غير هالخيمة. طيب مثل هدول الأطفال ما لهم متطلبات، كيف تتعاملي مع متطلبات البنات، متطلبات الأولاد، مدارس، شو وضع المدارس؟ والله وضع المدارس يعني مو زيادة، يعني المدارس بهالمنطقة كلها وضعها مو زيادة، وش بدنا نساوي؟ وبالنسبة يعني للمدخول ما عندنا مدخول خالص. أنا أشتغل بالفاعل حواش خضرة، يعني أشتغل من الصبح للعصر على 15 ليرة. 15 ليرة تركية؟ 15 ليرة تركي. من الصبح؟ من الصبح للعصر. يعني وإحنا يعني على هات وضعنا وبيتنا بدي 5 ربطات حق 50 ليرة. احيانا يعني جيبوا الاولاد من عند عمهم ربطتين، احيانا بنضل من عند اخوي. كل ربطه ب 10 ليرات، 5 ربطات 50 ليره، انت بتشتغلي ب 15 ليره، بتضلي مكسوره على 35 ليره يوميا. اي والله. كيف هي بتحصليها ال 35؟ يعني
يعني ممكن من جيران من بيت عمهم من يعني يروحون احيانا الاولاد على بيت جدهم على بيت عمهم. طيب جبنا الخبز امنا الخبزات، شو مشان المصاريف الثانية؟ طيب الاكل والله وضع صعب، شو بدنا نساوي؟ على الله. مرحبا. لين شو اسمك؟ فاطمه. فاطمه شو الوضع؟ خير؟ شو بعينك؟ انا ما بشوف بعيوني خالص، بدي عمليه، ما عندهم اهلي امكانيه بيعملوا لي عمليه. شو مرض عينها؟ شايف واضحه يعني شو الموضوع؟ هاي من كانت صغيره ارتفع ضغط عينها، عملنا لها عمليه من زمان وما مشى حالها، وهاي عم تاثر على العين الثانيه، وما في يعني امكانيات نعمل لها العمليه. شو اسمك؟ غرابه. نعم غرابه. خلص يعني ما تمشي، بدي اشيلها على التواليت واجيبها واخذها. هي معاقه بشكل كامل؟ معاقه بشكل كامل. شو اسمك؟ رابعه. رابعه، قديش عمرك رابعه؟ 15. جيبوا لي الغاب وبيت وفخم، الله يجزيكم الخير ويقويكم جانبي، يجزيكم الخير بجانبي. جيبوا لي لابات، بدي بيت ولابات وفخم، الله يجزيكم الخير يوفقكم. أنا فهمت عليها لعبات وفحم. لا بدها لعبات وفحم وبيت. وبيت دار. شو بدي؟ ببيت وفخم زغاب ولباس. 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 هاي عندها طيب. بنت صغيرة كمان معاقة. شو اسمك؟ فران. فران أنت شو وضعك؟ كيف وضعك؟ أفصعي من رجلي. أفصعي من رجلك؟ هاي كمان شو وضعها؟ شبه رجلها؟ هاي كمان رجلها بها قصر قدم، قصر وتر. عملنا لها عملية من زمان وما مشي حال، هي عمرها 8 سنين. هاي كمان فيها قدة، هلا تشوفها. طيب هي الشغلات اللي أنت عم بتعاني معها مع هدول البنات ما شاء الله، يعني كيف 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 عم بتحسني تتعاملي مع هذا الوضع؟ والله ايش بدي أساوي، على الله، قصبا عني مجبورة، ايش بدي أساوي؟ قديش صار لكم هون؟ كم سنة؟ صار لنا حوالي 5 سنين أو أكثر، ولا ما بعرف بالضبط. 5 سنين. إيه. وهاي البنت اللي باسمها بتول. مرحبا. شو اسمك؟ بتول. بتول، بتول شو وضعك؟ تمام. تمام؟ بتروح على المدرسة؟ لا. ليش؟ ما أقدر أمشي، رجلي توجعني. رجلك توجعك؟ أنت شو اسمك؟ أسماء. أسماء، عاشت الأسامي يا أسماء. كم عمرك؟ 10. 10. كيف المدرسة؟ الحمد لله. بتروحي على المدرسة؟ إيه. تمام. وانت شو اسمك؟ حورية. حورية. حورية، كيف الوضع؟ والله عايشين الحمد لله. عايشين الحمد لله. تعرفي شو اسم ضيعتكم؟ ايه. شو اسمها؟ دير سمبل. وين بتصير؟ مهر. لا تعرفي، في ريف حما. ريف حما الشمال. وين بتصير؟ ريف حما الشمال. ريف حما الشمالي. ريف حما الشمالي، صح. طيب ام احمد، يعني نحن شفنا الوضع، يعني بصراحة مأساة، يعني هاي البنت بدها يعني علاج لعينها، بدها عملية. البنت الثانية معاقة، ما عندها كرسي، ما عندها شيء تتحرك فيه، ما عندها لا غاب وبيت. طيب هي في حال يعني إذا في كرسي بتحسن تتحرك؟ إيه تقدر تتحرك، لو في كرسي تقدر تتحرك عليه. هي تزحف زحف بس مشي ما تمشي. يعني أنا لما بدي أخذها على التواليت بدي اشيلها على ظهري، صايره تواليت بعيد شويه. شيليها على ظهرك؟ اشيلها على ظهري، والله العظيم سببت لي ديسك بظهري. قديش عمرها؟ عمرها شيء فوق ال 15 17 18 والله بالضبط ما بعرف. طيب ما في منظمات معنيه بمرض مثلا هي البنت مشان عينها؟ لا والله لا منظمات ولا شيء. ما ولا. هذول اللي نايمين شو وضعهم؟ هذول اولاد، هذا الولد قلت لك جاني بعد 10 بنات. هذا محمد وهذاك أحمد، عمره 8 سنين وهذا عمره 6. طيب هلق نحن إذا حكينا عن الواقع اللي شايفينه والصوبة اللي مسقعة والجو ممكن جاي على لسه يعني لا سمح الله على درجات حرارة منخفضة أكتر، يعني برد أكتر، سقعة أكتر، كيف رح تتعاملي مع هذا الوضع بصوبة ما فيها فحم؟ والله شو بدنا نساوي، عن نلتف بهالحرامات، نطلب من الله الفرج. نطلب من الله الفرج أحسن شيء. يا والله. نعم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا. إذن سالم، كما سمعت الصورة يعني تتحدث عن كل ما يجري وكل ما وما هي المتطلبات أيضا صراحة،
هي هذا العام الثاني عشر، هذا الشتاء الثاني عشر الذي يمر على هؤلاء النازحين. إليك سالم. شكرا لك زميل علاء الدين اليوسف مراسل الجزيرة مباشر في ريف إدلب، وكان الله في عونهم في هذا الشتاء القارس والقارس أيضا. بهذا نصل للمشاهدين إلى ختام المسائية في الغد بإذن الله، مسائية جديدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.